السلام عليكم أحبتي في الله، متابعي وزوار مدونة جديد المواقع في درس جديد على قناتكم. اليوم بحول الله أتيتكم بموقع لمشاهدة القنوات السعودية بيوتيك التي أنشأتها السعودية المنافسة للقنوات المعروفة البي إن سبور. العديد من الأشخاص سيقول لي بأنها غير مسموحة بالنسبة للدول ما عدا دولة السعودية بطبيعة الحال، لكن وجد طريقة كيفية مشاهدة هذه القنوات بتغيير رقم الاي بي الى دولة السعودية بطبيعة الحال والتمتع بهذه القنوات. ما يميز هذا الموقع عن باقيها؟ كما قلنا ان ندر الفي بي ان الذي يقوم بتحويلك الى دولة عربية، وكذلك نقص المتابعين والمستخدمين أو المشاهدين في هذا الموقع، مما يسمح لك بمشاهدة سهلة وسريعة. لكن قبل الدخول في تفاصيل حلقتنا، أدعوكم كما كل مرة للمشاركة أو الاشتراك في قناتنا بالضغط على زر سابوني أو سبسكرايب أو أبوني على حسب اللغة التي تستخدمها في قناتك، كما أدعوك لتصفح مجموعة من الفيديوهات التي تطرقنا إليها سابقا وإبداء رأيك حولها. ننتقل وإياكم إلى الموقع. كما تشاهدون، بعد فتح الموقع مباشرة بدون في بي ان تظهر لك هذه الواجهة. يعطيك هنا رقم الاي بي الذي تتصل منه بأن هذه المعلومات بلوك ديتاي المحظورة، هذه هي جميعها. المهم فيها هو رقم الاي بي وهو جزائري. ما عليك سوى تحميل الإضافة إلى سواء جوجل كروم أو موزيلا، سأترك لكم روابطها تحت هذا الفيديو. تقوم بفتحها وتقوم بتغيير إلى VPN سعودي. هناك حالة في هذا التطبيق أو هذه الإضافة، من وقت إلى آخر ومن أحيانا يقومون بحذف مجموعة من VPN قد لا تتواجد أحيانا السعودية. يمكنك من الساعة إلى ساعات أخرى العودة إليه وفتحه، وإن شاء الله تكون قد تم إضافتها. كما تشاهدون هنا يوجد 3 لهذا اليوم، ما عليك سوى اختيار واحدة منها. كما تشاهدون هنا تم الاتصال بدون مشاكل. نقوم بتحديث الموقع. كما تشاهدون هنا انفتح معنا الموقع دون أي مشاكل. كما قلت، هناك العديد قليل من الأشخاص من يمكنه الولوج إلى هذا الموقع ما عدا السعوديين، رغم أن السعوديين دولة غنية، شعب غني يمكن أن نقول، جميعهم يمتلكون قنوات أخرى أو شراء جهاز مباشرة. ما عليك سوى الضغط على بث مباشر كما تشاهدون. هنا يعطيك جميع القنوات الناقلة لجميع المباريات، الدوري الإسباني، شامبيونز ليج، الدوري الإنجليزي، أي مباراة تريدها كما تشاهدون هنا، وهي خفيفة جدا كما قلنا لأن الأشخاص المتابعين لهذا الموقع قليل، مما يسمح لك بمتابعة أو مشاهدة بجودة رائعة في وقت قصير، عفوا وبسرعة. إلى هنا انتهت حلقتنا، نرجو أن تنال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.